ترى مين عم يدق الباب؟ روحي افتحي، مو شغلي، الاولاد بيفتحوا. واذا ما بدنا نعرف مين؟ يو اسمعوا يا السمعة، انا بقدر اقرب نواحي الباب ويسمعوا صوتي الناس. يو ابطئ من الغير علي ابو عبدو. على عيونك شو عقربك. شلونك ام محمود؟ شقت لك تقبرين تشتاق لك العافيه. الهي هيك ها ابقي زورينا على طول ان شاء الله. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. كيف ابنك محمود؟ الحمد لله بدعيلكم. ان شاء الله بخير. الحمد لله. تفضلي. صباح الخير نزيهة، شلونك انتي؟ الحمد لله. اهلين وسهلين ام محمود. كيف الصحه يا بنتي؟ الحمد لله. تفضلي. الله يسامحك يا ام محمود، لنزيهة بتعمليها قد بنتك، انت اخت النا. الله يخليكم لبعضكم ان شاء الله، انا اللي بعرفه انكم اخوات واكثر. قال لي ابو عبدو انه اجى لعنده محمود وحاكاه بقصته. بتعرفي انا ابو عبدو ما بخبي علي شيء. وانا كمان قال لي. انت قال لك عند على بكره الصبح. لا. قال لي امبارحه بالليل. إيه طالما عرفانين شو القصه. ونحن ما نغرب عنكم، معناته لازم تساعدونا. تكرم عينك يا ام محمود، والله انت غاليه وما بيرخص لك طلب. على عيني، والله بقول له. تقبريني وانت حبيبتي نزيهه، ان شاء الله رح تحكي لنا معه كمان. بصراحه يا ام محمود انا ما بحب اتدخل بهيك مواضيع. ليش لك بنتي؟ عليم الله انك مثل بنتي. تكرم عينك، والله الا قل له. مو تكرميني؟ الله يكرمك الهي. حاكم ابو عبده ما بيعرف ينام اذا ما بيدردش معي شي ساعتين كل يوم. الله يخليكم لبعضكم ان شاء الله. ايه اختي ام عبدو وانت احكي له كمان. بحاول. ايه تقبريني، الله يخلي لك اولادك. حاكم هذا ابني محمود مثل اخوكم الصغير انتو التنتين. تكرمي ام محمود، والله لا له. اخ 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 على مهلك ديبون يا شيك. طول بالك ام عبدو. شوي شوي دخيلك جيبوه على مهلك. لك ليك لك هذا اخر سنتو. يا ربي لك على مهلك ان شاء الله. لك ليك خلاص 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 خلاص. ايه خلاص معافى. الله يعافيك. شيل بلوي هي. معافى ابو عبدو. الله يعافيك. لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي. يعطيك العافيه. معوضين. ما عليك. مع السلامه. الله يسلمك. ايه سيدي شرف ام نعيم. هلا هلا. لك اشرف. يلا يلا يا رب. شلونك هلا؟ الحمد لله. شايف حالك رح تتوجع شيء؟ الله بنجرب. ايه يلا بسم الله. اي ان شاء الله. شبك ما سامعنا شيء لسه، وبعدين معك شو امرت؟ انا بدي اخدمك، نجرب مره ثانيه؟ يلا لا حول الله يا ربي، انا انت بدي اخلص من الاباح. لما بتطيب العلامه من راسك. يلا يلا جرب شوف. بسم الله. اي 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 ان شاء الله. بعد 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 عني بعد عني. لا طالما هيك لازم تتركني اتصرف. شو رح تعمل؟ هذا شغلي. محمود محمود شو السلام عليكم. وين الديدو؟ السلام. خير ان شاء الله. شوفي شوف خير ان شاء الله. ايه خير ان شاء الله. يلا يا شباب شدوا منيح لكم. يلا ما جرى شباب ما جرى. شو ما جرى ما جرى؟ شو جنادي؟ يا رب برا. يخرب بيتكم. اتركوني اتركوني. معافى. لا 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 اتركوا مشك مشك. اتركوني خليك عم تشوف. اتركوني اخ 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 اخ
لك اتركوني لك اتركوني لك اتركوني لك شو شو تتركوش بيان شوية ملح بس لك شو بدكم مني لك شو بدكم مني اتركوني لك اتركوني خليكم ماسكين والله لا خليك الطيبة فرد مرة والله صعبة هلا اتركوه حبيبي الله يرضى عليك حبيبي الله يرضى عليك حبيبي الله يرضى عليك الله لا يوفقك يا ديبي قلت لك انا بدي احكي له بالاول انا مرته وام اولاده لا تخليني ازعل منك ها يو يا ام عبده شو انا مانعتي انت حاكي وانا حاكي ايه بس انا بدي احكي له بالاول مرحبا يا نسوان اهلين ابو عبده ان شاء الله نعيما تقبرني هات الله ينعم عليكي اهلين ابو عبده هات راسك لبوزه لا دخيلك بعدي عن راسي ان شاء الله طاب تقبرني ايه طاب بس مدري شو قصته هذا الحلاق رد رجع حط لي توم من اول وجديد ان شاء الله معافى يا حق شو بدي اقول لك ابو عبده هي امه لمحمود الحمصاني اجت لعنا اليوم ايه وحكت لنا عن ابنه ومشكلته بقى بركي بتقرض هالمبلغ تقبرني لا اذا بدك سيد اذا بدك وانتو شو دخلكم بهالشغله والله حلوه والله ام عبده ايه انا عمين روحي جيبي لي المي السخنه خليني غطس رجلي يا على عيني هات لابو سراسك تقبرني لا لا دخيلك بلا لك الريحة هلا فهمت عليك يسلموا الايدين الله إلا بوسو ربي ما يجيب لك الوجع يا حق أنا أم محمود يا بنتي افتحي تقبريني تفضلي اختي معبدو هدول شوية الماسية يعني بشوم مني شو هالسئلة يا ام محمود شو سئلة ما في شي من قيمتكم نحن اخوات خذي من ايدي تقبريني يسلموا ايديكي وايديكي صبحية تعي امي حطيه بالمطبخ يسلموا ايديكي يا ام محمود وايديكي يا ام عبدو شلونك حبيبتي نزيهة تقبريني شو بحبك لك مين جايبك لهالحلاوة الله يحلي ايامك يا حق شوفي ام محمود انا مالي حلوه كثير بس يعني هيك بحب اتهندل مو عروسه جديده معلوم الله يبارك له لهالابو عبده ايه والله بيستاهل كل خير اي لكان صار لهم يعني سنتين متجوزين بس لسه ما طبقوا السنتين يعني اختي ام عبده العروس بتضل عروس ليجيها الصبي وعن قريب ان شاء الله ايه الله يسمع منك يا حق والله انا متمنيت لها اياها من كل قلبي بس يا حرام لهلا ما صار شيء لسه يا شو بعرفك انت شو قاعده بقلبي يسمعوا على الحكي اسمعوا صرت جايبه 14 بطن عاش منهم 8 صرت تقبريني بطلع داية ونص طولوا بالكم يا جماعه هاي التخرفه شغله الله سبحانه وتعالى بعدين شو سنه وسنتين لسه ما زهرت امي ما جابت اول ولد لحتى طبقت السنتين ايه مو صحيح قالت لي ما طبقت الست اشهر الا وكان بطني لحلقه يه 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 اسمعي على هالحكي يا ام محمود في وحده من اول ست اشهر بصير بطن على حلقها معناتها امك الكذابه انا امي كذابه اي والله انت الكذابه والله جرسي انا كذابه انا يا بنت دريه الخفاقه استني علي اصلا انت وامك معروفين على بيره معليش معليش يا ام عبده هلا بس ليجي ابو عبده بس ليجي ابو عبده انا اللي بدي فرجيكي انا بدبرك والله لا خليه يرقعك قتله يهري بدنك هري ولك فشرتي طولي بالك فشرتي انت اللي عاملك بالبيت مثل الخدامه الي انا خدامه انا خدامه الك طيب ليجي ابو عبده انا بفرجيكي ليجي ابو عبده خلصي ان شاء الله طولي بالك يا نزيهة ام عبده اكبر مني اكبر مني بعشرين سنه مشان هيك لازم تداريها وتسمعي كلمتها بتضحو رأيي وكلمتها
صراحة يا أم محمود الأفندي ما هان علينا الدخل بهالموضوع. بقى إذا ضرتي قالت لك شي لا تصدقيها، كل حكيها كذب بكذب. شو يعني؟ يعني ما هان علي إنه نتدخل. اسمعي أم محمود، أنا بوعدك إنه أحكي لك معه بيني وبينك، بس بدك تخدميني هالخدمة. قولي حبيبتي خير. النبيل الداية جارتي، وبينك وبينها طاقة، بقى بدي اياكي تجيبيها معك لعندي. بركي ما هان على ابو عبدو. انتي ما عليكي، انتي خليها تيجي على الاساس جاي لعنا زيارة، ولا من شاء ولا من دري. ايوه جاي. يا عمي ابو قاسي، هلا كلمتين، يعني هذا الموضوع صارت حلته بايدك هلا. هان دلني على حل انا ولك يا. لك في احلى من فعل الخير؟ على عيني وراسي، انا بدي لك. هات لشوف. يا عمي ابو قاسي، انت رجال مقتدر ورب العالمين سبحانه وتعالى مفضل عليك، بقى شو رايك تعمل معي هالمعروف وزبته بالبحر؟ عم نسمع. شو رايك تبيعني حصتك بالبيت؟ بيعك حصتي؟ ايه. لك شو عم تحكي انت؟ ايه انا ليش مقيم الدنيا وما عدا؟ مو مش بيعك حصتي؟ لك؟ يا عمي ابو قاسم انا قصدي تبيعني اياها بالدين. بالدين؟ يا حبيب قلبي، هلا ضويت يا بي. ما فهمت عمي، شو قلت؟ وينك؟ وحياة ربك وملائكته، نهار واحد بعد المهلة ما بستنى عليك لا أنت ولك العضوات الحرة. ولك وينك؟ حصتي وبعتك إياها بعشرين ليرة ذهب، وهلا جاي تقول لي أعطيني إياها بالدين؟ طيب يا عمي أبو قاسم، إذا أنا ما معي حق هلا. إذا ما معك قبض واطلع. ليش لعي؟ وإذا ما بدي اطلع؟ والله إذا ما بدك تطلع في مين يطالعك؟ ومنو هذا اللي بيطالعني؟ عاوز شي معلمي؟ روح لشغلك. عمرك. وانت كمان ولا شغلك؟ عم تقلعني يا ابو قاسي؟ والله انا ما بقلع حدا، بس مثل ما فت على القهوة بتطلع. في حدا فات على القهوة وضلعت فيها؟ الله يسامحك يا عمي ابو قاسي، يهون عليك هيك تطالعني انا وامي من البيت هيك يا عمي ابو قاسي هيك؟ الله يسامحك. عود محمود. هاد يا عم محمود، ارجع علي الطلالة، ترجع ارجع محمود. لك ارجع. الله يلعن الشيطان وساعته ويلعن البيوت ويومها. وحياة عينك لا تنحل مشكلتك ولعيونك محمود. وينك نور معلم؟ تعي مدبوج وهات لي شاي على كيفك. على راسي. وينك؟ وعمر نفس ارجيله لاخوك محمود ما صار مثله. تأمر. ليش هاي نفس ارجيله على كيفك؟ وينك محمود؟ اذا بدك تنحل هالمشكله لا تقلي ديني وانت المصاري صارت بجيبتك. انا المصاري صارت بجيبتي؟ ايه. وشو فيها اذا بتعطي الضماني لابو عبدو؟ شو عرفه؟ لك في سر بتخبى بالحاره. هلا انت مو رجال وعن كلمتك. لكان معناته رح ارد لك هالشعارات مثل ما اخذون، ويا دار ما دخلك شر. بقى ليش لتقطع بنصيبي؟ ولك مو حاجتي، مو حاجتي 10 سنين وانا عم بستناكم. وينك محمود؟ زينا بعالك. انا عملت معكم شي ناقصه؟ قصرت معكم شي؟ بقى خذ المصاري واعطيني اياهم، الله يرضى عليك. احلى نفس ارجيله يخدموا شواربك معلم محمود. لا تنسى تجي تسهر عنا الخميس، لان دول الكركوزاتي. ها وينك حمدية؟ ايوه جاي. شو قلت محمود؟ اه مو قلت لي زينب اعلى؟ ايه على زينب. ايه الله يقدم اللي فيه الخير بجاه النبي. ايه ايه ايه. مرحبا اختي ام نبيل. اهلين. تفضل. الله يزيد فضلك. الهي شو هاد الماسيه؟ ايه والله اجت على بالي ساويت شوي، بس شو بتاكلي اصابيعك وراها؟ لك ان شاء الله بيسلموا هالايدين يا حق. اخيت حلايتنا اليوم. شو بدي اقول لك اختي ام نبيل؟ نعم. هي نزيهه ضرتها لام عبدو، قال بدها ياكي عاوزتك. نزيهه؟ لهلا لا تذكروني. لك الله يصلحهم الهي، قديش الى محبلين.
شايفه بالله حدا بيسكت على حاله كل هالمده؟ اي انا والله اول ما فاتوني شهرين قمت ترعبين. شو همه ابو عبده؟ شو همه؟ ما شاء الله عنده 8 اولاد. لكن نزيها اذا ما بتدير بالها على حالها هي الخسرانه. قالي الجوزة شو عنده مصاري؟ اي والله مزبوط. بقى شو رايك انا وياك نروح بكره؟ انا يلي بروح، انا مستني هالروحه من زمان، لانه هدول مو جماعه حي الله، هدول مليانين. الله يسلمه. وإيش ابنك خاطرك؟ اهلين يا مو. اهلين. لقيت شاي اليوم بكير. راسي واجعني من كل هالدنيا. انا راسي ان شاء الله تقبرني. هلا بعمل لك كاسه مليسه يا مو، بطيب راسك. الله لا حطق من كل هالشغله، لا حطق. اخ يا راسي. يا مو اذا واجعك كثير روح لعنديب والحلاق بيقفل لك يا. ايه ما تقدر. شو بدي اقول لك يا مو؟ شو صار معك؟ ما بدك تسرها؟ شلون بدك يعني يسرها يا امي؟ شلون؟ بصراحة نسوان ابو عبده مو طالع بايدهم شيء، وكانوا راح يورطوني معهم كمان. شلون؟ ايه اليوم ضرتها لابو عبده نزيهة، قالت لي جيبي معك الدعي، ابو عبده ما بيهون عليه، خايف نكون بشغلة نصير بشغلة. لك يا امي احنا شو دخلنا بالدعي هلا؟ نحن بدنا نحل مشكلتنا ولا بدنا نجيب اولاد الناس؟ والله معك حق، بس انا شو طالع بايدي لك امي؟ عم حاول اخدمه. قولي ابو انت شو صار معك؟ عمزينا بأعليمي. اهلين وسهلين ام نبيل. بهالقامة وبهالعين. بس ما قلتي لي ليش ما اجت معك ام محمود؟ قال ابنها ما نحى. يوه معقولة؟ ايه والله معه حق. ليش بقى تقبريني؟ ايه ما بده امه تخفق لعند الناس. ايه والله اهلين ام نبيل. بالمهلي حبيبتي، قلت لحالي لزوركم وشوف نزيها شو يلي ما نحى عن الحبل. لا تقبريني، بتزورينا اهلا وسهلا فيكي، اما تشوفي نزيها وتداويها ما بنحسن. يا ليش حبيبتي؟ شو انا غريبة؟ طول عمري بنت الحارة أنا. والله بعرف، بس أنت كمان مثل ما بتعرفي ما بنقدر نعمل شي بدون علمه للرجال، مو هيك؟ بعرف، بس بالعادة بهيك شغلة النسوان بيداروا على بعضهم. معقولة أبو عبده ما يكله خاطر إنه نزيها تجيب له صبي؟ والله مو نقلبه، بس أنت بتعرفي ما بنحسن نعمل شي بدون شوره. لك شفتي؟ ولك شفتي شلون ما بدك يعني يجيني ولاد؟ ولك كله هذا من كيدك وبلاكي. حبيبتي جيبي جيبي ولاد، مين مانعك؟ اجوا الاولاد وقلنا لهم لا تجوا. وينكم؟ خاطركم يا جماعه لا تواخذوني، خاطركم. بعت ورا الداية مو هيك؟ والله لقفتنا عليكي لابو عبده، والله علقتي يا فرحه قلبي. ولكفتني ولكفتني وقولي له اللي بدك اياه ولك. اه يا حي يا عقربي هذا الشعر. يا اما طيب بدي نكف هذا الشعر. بدي وليش زعموا دخيلكم؟ بدي نكف هذا الشعر. تعي لهون، فوتي لجوا دخيلكم. واعطي ورا الدايم والله نكف. خرسي خرسي انا ما ادري خرسي ما بحكي له خرسي. هوس اسكتي هوس هوس العيا ما بحكي له. اسكتي 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 ما بحكي. اسكتي هس هس. سامحيني سامحيني قلتلك. Oh,